جوري اسمعيني شوي، أبوك كتير قلقان عليكي، الكل مشغول بالهم على صحتك، بالنهاية هن همهم مصلحتك ولازم تقدري وضعهم. جوري جوري لا تعملي بحالك هيك، نحن عم بدي اقول لك على السر الصغير. انا صايمه بس بترجاك لا تخبر حدا، مو فرقانه معي حتى لو ما قدرت اكل مع البنات قبل الصيام، المهم عندي اني هلا صايمه وما رح خلي حدا يضربي هالشي. بعرف اني ما بيصير خالف عمي، هو كتير رح يعصب بس يدرى، بس انا اضطريت اقول لك الحقيقه، بالنهايه انا صايمه كرمالك انت وبس. ايه بس بترجاك لا تجيب سيره لاي حدا، ابي قلقان على الفاضي وما رح يصير لي اي شيء، انا منيحه قلق وما له اي داعي. هلا بدك توعدني ما تجيب سيره لحدا ماشي؟ اسمعيني جوري بالاول اسمعيني شوي. بترجاك انا ما بدي اسمع شيء، تعرف كل اللي بيهمني هلا انك رجعت لي بعد سنين طويله، لهيك انا لازم صوم مشانك انت. يلا احلف فيني هلا وقلي رح تخليني صوم اليوم وما رح تقول لاي حدا. يلا بترجاك احلف. جوري لا تكوني عنيده. هلا بدك تحلف بحياتي وتوعدني، وشوف اذا ما بتحلف هلا انا رح اقتل حالي صدقني. انا ما عاد بدي اسمعك عم تحكي هيك، لا تتصرفي هيك بترجاكي. معناتها احلف فيني. يلا ماشي. تعرف من يوم يومي أنا عم أحلم إنك ترجع ونقضي هاي المناسبة سوا، يعني مثل أي اتنين متزوجين عم يحتفلوا مع بعض، وهالحلم عم يتحقق هلا. أنا عم فكر بشغلة واحدة بس، تعرف أنا صار لي كم يوم عم بقول إمتى رح شوفك قدامي وإمتى رح أقعد أنا وإياك ونفطر سوا. عن جد أنا ما عم صدق أبدا، هي اللحظة رح تتحقق بكرة، حلمي رح يصير حقيقة بكرة. عن جد جاية كان معها حق، هي اللي قالت لي إنه بهي الليلة هو ما رح يشيل عيونه عني. شباك ليش هيك عم تتطلع فيني؟ ماشي لا تقلي هلا، كلهم كم يوم وانا رح افهم عليك حتى وانت ساكت. شو رح تعمل ساعتها؟ انا بسمعهم بيقولوا انه الحكي بيخف كتير بين الشاب والبنت بعد الزواج، والمرة بتصير تفهم على زوجها بدون ما يحكي. بصراحة انا كتير بحب الحكي، ما فيني ضل ساكتة وما بحب شوف حدا ساكت كمان. بركي بعد الزواج بتتغير وبتشاركني بكل شيء.